من أفضل أدعية نبوية ودعاء مجرب ودعاء عظيم جدا. تقول في دعائك: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي الذي لا يموت، القيوم هو القائم بشؤون خلقه. نحن ندعو الله تعالى وحده ونستعين بالله وحده، لا ندعو غيره، لا ندعو مخلوقين ولا مقبرين، ولا نستغيث بالأنبياء ولا لأي إنسان، ندعو الله تعالى وحده. إياك نعبد وإياك نستعين. يا حي يا قيوم، القائم بشؤوننا الله عز وجل، واضح؟ القيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، كل أموري، كل أمورك سيصلح الله تعالى، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي، أي تقط الأمر علي، تلقيه علي، إلى نفسي طرفة عين، غمضة عين. ما أنا غير الله تعالى في دعائك. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني نفسي طرفة عين. راح أقول لكم قصة وموقف جميل جدا حدث لي. أخت دعت بهذا الدعاء، وكل من دعا بهذا الدعاء الله تعالى أمرنا بفعل ووعدنا بفعل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. دعوت، قلت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصرح لشأني كله، كل أموري، أصرح لشأني كله، ولا تكلني، يعني تلقي الأمر علي، إلى نفسي طرفة عين. دعت هالبنت هذه، وفي واحد دعا وأنا أدعو، كلنا ندعو، كيف نجمع الدعاء؟ البنت هذه تعيرت مدرسة، لكن في منطقة بعيدة عن بيتها. أبوها تضايق، قال: البنت وين مقطوها؟ وقطوها بعيد. قال: البنت إن شاء الله بنروح مكان اللي عيونك فيه، يمكن يلقى لها سكن مع الإمامات، يمكن يشوف لها شقة يأجر لها، يمكن يمكن، الله يعينه. والشايب يدعو، والشايب يدعو بدعاء أيضا: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصرح لي شأني كله. أمها تدعي، كلهم يدعو، كلنا ندعو بهذا الدعاء. لكن المصيبة قد ندعو بهذا الدعاء، يقول من مفاهمينه: أفهم الدعاء وقوله وأنت تستشعر الدعاء. راح معاها الشايب أبوها، جاء الشايب المنطقة هذه، شاف منطقة شوي نائية قديمة شوي نوعا ما، ويطالع له هجرة، منطقة بعيدة، شايب ما يدري وين يروح، يطالع له، ما في سكن معلمات، ما في الشيء اللي هو سامع عنه. يمكن قال: راح أصلي مع الجماعة. صلى في المسجد وتعرف على الإمام، ويطالع الإمام، والإمام يطالعه، وجه جديد: يا مرحب يا عمي، من أنت؟ أنا فلان. يا مرحب، ياك الله، صار تآلف فيما بينهم، تعارف فيما بينهم. شوف الشايب إيش سوى، ترى مو عيب. قال الشيخ: أنا بنتي انقبلتني المدرسة، وأنا والله ما ودي إني أنا أخليها هني بروحها، ولا ودي كذا. يا مطوع يا شيخ، ما تخبر لك واحد عندكم رجال فيه خير فيه دين، شرواكم الله يوفق وتزوج بنتي وتدرس هني ودرس هني. كان سبحان اللي جابك يا عم، اشتري بزاوية هذا اللي قاعد مطوع، هذاك الرجال اللي بزاوية هذا اللي قاعد، والله العظيم لم أرى مثله في الصف الأول، وراعي صلاة وأخلاق. بعض الناس صلي وصوم لكن أخلاقه سيئة، لكنه معقد، لكنه مريض. احنا ترى أنا أتأذى من بعض الناس اللي بين قوسين مريض، مريض نفسيا، مريض نفسيا، ممكن أطلق لحيته وما عالج أخلاقه، وأخلاق اللحية قبل اللحية، لكن هذا لحية مربيته. في مثل مصر يقول: في لحية، في واحد مربي لحية، في واحد لحيته مربياه، هذا من الناس اللي لحته ربته، يستاهل اللحية هذه، إذا مو قدها الله مستعان. رجال سمت وبار أمه وأبوه، ومدرس في المنطقة هذه، وبروحه عزابي، وكان يسألني: يا مطور، ما ودك تزوجني؟ سبحان اللي جابك. قال الشايب: والله مطور، أنا مستحي إني أنا أكلمه. فاتحة بالموضوع، قال: ولد ما هو تبدك تزوجك كذا، وكأني أنا مدري. ترى مو عيب واحدة يعرض بنته أو أخته لرجل يراه مناسب شرواكم، مو عيب. ناداه الإمام وقال لي: فلان كيف حالك؟ ها ما عرست. قال: والله الشيخ أنا قايل لك دور لي واحدة وعلى إيدك. فسبحان الله، في واحدة توها قبلت معلمة في المنطقة اللي حنا فيها، أبوها وجه خير وسنافي، ونجه واحد مثلك وهم برادك، ولا راح أروح معك، جنب بين الراسين بالحالة. ترى هذا ما في أجر إن شاء الله تعالى. لكن بعض الناس يخوف، يقول مثل: اشهد جنازة وتشهد جوازة. المشكلة لما تمدح واحد في الزواج ويفشلك، الله لا يوفق اللي جاب. قال: إذا أنا أخاف أوقف ساعات، أوقف ساعات، والله نجمع براسين بالحالة. فقال: من هي بنته؟ من كذا؟ قال: أبد، صل عندي العصر بكرة وقعدت مع أبوها وروح كلمه. جاء العصر وكلمه وكذا كذا، شاف رجع مثل كذا، سبحان الله، وافق شن طبق.
وشاف البنت يقول وجدت شعور غريب. البنت حست شعور غريب كأن الله تعالى فعلا جمعهم على قلب واحد. شاف البنت وعجبت البنت استانست منه قالت ما شاء الله عليه سمت، وهي مدرسة وهو مدرس والحمد لله مش الأمر. شاب قال أبد ولدي بالعكس إن كانت أنت وزكيك الإمام يمدحك الإمام اللي هو قايل له أبد سم والمهر يا ولدي اللي تقدر عليه. الحين نلبس ستر نشتري الرياجيل، ترى بعض الآباء يبيع بنته للبيع، البنت هذه البيع حالة حال خواتها، شنو بايع رنج نفس الموديل يعني ايش دعوة سوبر تشارج ولا كذا، لا نفس لا مو مقياس. أقل هنا مهر أكثر هنا بركة. كم واحدة تزوجت ملايين لكن ما توفقت عيون الناس. قال ولد اللي معك سوق المهر اللي معك ولد. تزوج البنت هذه نفس المنطقة هو قاعد يدعو الله تعالى بين ذوي الإقامة بعد صلاة العصر أذكار مساء. قال الدعاء هذا قالت الدعاء هذا جمعهم الله تعالى على قلب واحد. الدعاء لا تستهينون فيه. والله أمور أبواب مغلقة لا طالما طرقناها فتحت فضل من ركاة من الدعاء. السير على الناس والسعي في قضاء حوائج الناس وتفرد كربات الناس ترى أمر عظيم جدا. خير الناس انفعهم للناس. أنا أفرح يمكن أنا زوجت يمكن 10 4 فشلوني الله يهديهم وستة يمكن منهم فيهم منهم المؤمنون ومنهم الصالحون إن شاء الله منهم كذا ومنهم دون ذلك ما تدري عن بعض الناس. فشيء جميل أنك أنت تدعو الله تعالى وعندك يقين موقن بالإجابة. أسأل الله تعالى باسم أعظم أن يصلح أمورنا كلها ويسر أمورنا. البنت تزوجت وتزوجت الرجل هذا ومها انصدمت من هذا الرجل فجأة سبحانه بأقل مهر وأيسر زواج. ادعو الله وأبشر بالإجابة.